اخيرا حصل. شوف اسعار الذهب النهارده بكام. حافظ سعر الذهب على استقراره في مستهل تعاملات اليوم السبت 26 اكتوبر 2024 في سوق الصاغه. سجل سعر الذهب عيار 24 4280 جنيه للبيع و4262.75 قرش للشراء. وصل سعر الذهب عيار 21 الاكثر مبيعا وانتشارا في مصر الى 3745 جنيه للبيع و3730 جنيه للشراء. حقق سعر الذهب عيار 18 خلال تعاملات اليوم السبت في سوق الصاغة 3210 للبيع و3197 وربع للشراء، فيما سجل سعر الجنيه الذهب خلال تعاملات اليوم السبت في سوق الصاغة نحو 29960 جنيه للبيع و29840 جنيه للشراء. وأما عن سعر الأونصة في محلات الصاغة اليوم فبلغت نحو 2747.72 دولار للبيع و2747.27 دولار للشراء.